تابعونا مع آخر الأخبار اليومية والترند التركي وكل ما يتعلق بالشأن السوري في تركيا. وصل عدد الإصابات نتيجة سقوط سقف فندق في ولاية قارس إلى أكثر من 30 شخصاً. وفي التفاصيل نقلت وسائل الإعلام التركية عن وزير الصحة فخر الدين كوكا قوله أن 32 شخصا أصيبوا جراء الحادث الذي وقع في مدينة ساريكامس في قارس دون ذكر أي تفاصيل أخرى. أعلنت قوات الأمن في مدينة ملاطيا عن ضبط سلاح على شكل عكاز وتوقيف 4 مشتبه بهم في هذه العملية. في حين آخر كشفت مصادر حكومية تركية أنه تم ترحيل 1028 مهاجرا في أول 5 أيام من الشهر الجاري. بائع سميد سوري يثير الجدل بتركيا. بات السوري حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهور صورة له وهو يحجز مقعد معوقين وكبار السن في الباص لبسطته وسط انتقادات كبيرة بعد نقل الصورة بصياغة هجومية ضد البائع، وقيل أن البائع سوري. تطرقت الانتقادات أيضا إلى خلو الباص من الركاب وأن الرجل لم يقوم بأي ضرر لأحد. كما أشغلت أيضا صورة لسيدة تركية بين الماضي والحاضر حديث وسائل التواصل الاجتماعي. الصورة الأولى عندما التهم حريق الغابات الذي اندلع في مدينة أنطاليا قبل عامين منزلها، والثانية بالأمس بعدما قامت الحكومة بتسليم المنازل المتضررين من الحريق. في حين آخر أفادت وسائل الإعلام أنه توفي المواطن السوري عبد اللطيف الذي يبلغ 31 عاما أثر سقوطه من سطح مبنى مؤلف من 3 طوابق أثناء تنظيف المدخنة الخاصة بمدفئة منزله في منطقة كولو بولاية كونيا. كما وقع انقلاب شاحنة كبيرة في كوجلاي أسفر عن إصابة السائق وغلق طريق دي 100 في اتجاه الذهاب لإسطنبول. ونختم جولتنا لهذا اليوم بهذه البشرة الجميلة. شركة أناضول جيت التابعة للخطوط الجوية التركية تعلن عن حملة تخفيضات بنسبة 40% على أسعار تذاكر الرحلات الجوية الداخلية ما بين الفترة 10 و18 من يناير كانون الثاني.